كرويه ممتعه. وبدايه نتعرف عليك. كما اسلفت علي عبد الله الحواني، معلق رياضي ونائب رئيس نادي الوطني الرياضي. يا اهلا وسهلا، تشرفنا فيك استاذ علي. وبالتاكيد يعني نريد ان نسالك في مجال التعليق الرياضي، ربما في اليمن يعني نحتاج الى الكثير من المعلقين الرياضيين الذين يعلقون باحترافيه. ما هي الرساله التي توجه في هذا الجانب؟ والله بالنسبه للتعليق يعني يعتبر هوايه قبل كل شيء، وانا اشجع كل شخص يقوم بالتعليق لاننا نفتقر الى المعلقين الرياضيين. لكن انا الحمد لله يعني بالنسبه لي هنا في مديريه حريب او في مارب او في بيحان يعني ألقى ترحيب جماهيري كبير ورغبة للتعليق الذي أقوم به، وأتمنى أن أواصل التعليق وأتطور إن شاء الله من الأفضل إلى الأفضل. منذ متى وأنت تعلق؟ والله منذ أقرب ما يقارب 10 سنوات. ما شاء الله. نعم. هل تتلقى دعم تشجيع يعني سواء حكومي أو غير حكومي؟ لا والله بالنسبة للدعم الحكومي لا 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 يزال، لكن هناك دعم من قبل الشباب والمحبين والمعجبين، يعني للأمانة يقدمون لي كل الدعم المادي والمعنوي أهم حاجة. ما قد حصل لك شي موقف يعني مثلا من إحدى الفرق أنه يقولوا أنت ربما تفضل فريق على فريق أو تشجع فريق على فريق؟ ربما هناك زي ما حصل يوم أمس هناك في العامرية في جماعة القحاش، أتاني أحد أعضاء الفريق الرياضي الآخر يقول يا أخي أنت تميل إلى الفريق الآخر. نعم. قلت والله يا أخي إني أحاول أوازن بين الفريقين ولا أحب أن أميل، لكن التحابب تسمع أسمع. نعم. وانصت وانت حتشوف وتحكم. إذن عشان ما نعطلكش أستاذ خالد، يعني ويبدو أن المباراة بدأت الآن بين فريقي الفلاح بمديرية بيحان محافظة شبوة وبين فريق سبا بمديرية حريب. نتمنى لك التوفيق والنجاح. النجاح، ونقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا، شرفتونا، وإن شاء الله يعني تكونوا عندنا على طول، يعني ما تأخذوها يعني وقت المباراة وترحلوا، إن شاء الله نتشرف. تبعدوا عندنا إن شاء الله. نتشرف ويعطيك العافية، فرصة سعيدة في أمل. الله يكون بالتوفيق.